مساء الخير، أهلا بحضراتكم، لكم التحية. والخبر الأهم أنه منذ قليل خرج لنا بيان الخارجية المصرية وأيضا الخارجية التركية. النهاردة تم انتهاء جولة المشاورات الاستكشافية بين مصر وبين تركيا اللي انعقدت على مدار يومين، كانت امبارح والنهاردة. دي أول مرة يكون فيها مسؤولين أتراك في مصر من 2013. جولة المشاورات كانت برئاسة نائب وزير الخارجية المصري وأيضا نائب وزير الخارجية التركي. صدر بيان مشترك قال إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة وتطرقت إلى القضايا الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية، منها الوضع في ليبيا والوضع في سوريا والوضع في العراق، وأيضا ضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط. دي كان الخبر الأهم لأنها زيارة في غاية الأهمية لم تحدث زي ما قلت لحضراتكم من 2013. الأخبار عن هذا الخبر بتقول سكاي نيوز، بتقول لحضراتكم تركيا على جميع المرتزقة مغادرة ليبيا ولكن لدينا اتفاق. محادثات تركيا ومصر خطوة لإذابة الجليد واختبار نوايا أنقرة. ده كمان سكاي نيوز. السي ان ان بتقول لحضراتكم اختتام جولة المشاورات الاستكشافية بين مصر وتركيا حول تطبيع العلاقات. أخبار كتيرة جدا عالمية نازلة عن هذا الموضوع، تحديدا طبعا لأهمية هذا الموضوع وعودة العلاقات. العربية بتقول لحضراتكم مصر تتمسك بشروطها وتركيا نريد عودة العلاقات، خلاف بين الأطراف حول جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من ليبيا. خليني على التليفون نرحب بسيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك سيادة السفير. سيادة السفير، تابعت طبعا من امبارح والنهاردة أيضا المناقشات، يعني هي واخدة لقب المناقشات أكتر من المفاوضات بين نائب وزير الخارجية المصري وأيضا نائب وزير الخارجية التركي. مبدئيا إلى أي مدى تتوقع حضرتك جدية هذه المناقشات، تحديدا بتكلم على الجانب التركي؟ يعني هو أولا احنا لازم يعني نكون عارفين أن هذه المناقشات أو هذه يعني طرح المواقف من كل جانب، نعم، هي ما كانش هدفها تحقيق اختراق. يعني برضو عشان نبقى عارفين أن مثل هذه المناقشات التمهيدية بعد سنوات طويلة من القطيعة ما كانش في أي طبعا يعني منتظر منها ان احنا نطلع بنتائج محدده ونقول ان حصل اختراق فعلا في الموقف، عشان ايه ما نرفعش التوقعات. هي إيه هدفها؟ زي ما قلنا استكشاف، يعني مشاورات استكشافيه. كل طرف بيعرض مواقفه، ولكن حضرتك هتلاحظي ان الاتراك تعمدوا يمكن قبل هذه المشاورات بساعات قليله ان هم ياكدوا على مبدئين. أيوه. اول حاجه ان التواجد التركي في ليبيا ده تواجد مشروع، وبالتالي هم مش ناويين يعني يتكلموا في موضوع التواجد التركي في ليبيا. وحتى وزير الخارجيه التركي كان في برلين اليوم، نعم، واكد على هذا المفهوم، وهيروح السعوديه برضو الاسبوع الجاي، واردوغان اتكلم مع جلاله الملك في السعوديه ايضا. نعم، ففي تحرك دبلوماسي واسع للاتراك. دي اول نقطه هم لانه من وجهه نظرهم ان ده اتفاق مع الحكومه الليبيه السابقه. بالظبط، وهو ده طبعا يعني هيكون محل خلاف، لانه في النهايه من جلب الجماعات الثانيه المتطرفه بالطائرات التركيه اعتقد ان هم عليهم مسؤوليه ايضا ان هم يجلوا الارهابيين اللي هم الجماعات المقاتله اللي جابوهم. وفي نفس الوقت عمليه التواجد العسكري التركي للفج وانشاء قاعده دي انا اعتقد انها غير مطلوبه، لان هم بينشئوا قواعد دلوقتي في شمال العراق وفي سوريا وطبعا في قطر وفي الصومال وفي ليبيا. فاذا المد التوسعي بتاع تركيا لم يعني يتوقف، وبالعكس تأينمه بشكل كبير. النقطه ودي الثانيه، ودي نقطه اساسيه عند مصر يا سيد سفير. طبعا لان مصر انسحاب القوات التركيه. طبعا، لان مصر بتتحرك من منطلق الامن القومي العربي. نعم، يعني برضه حضرتك التواجد في العراق بالشكل المكثف في المرحله الحاليه، وطبعا زي سوريا
وبيساعدوا الاخوان في اليمن، فكل ديت حاجات بتسبب توتر في المنطقه العربيه وتهديد الامن القومي العربي كله مش مصري بس. نعم. النقطه الثانيه اللي هم استبقوا بيها برضو هذه المشاورات هي فكره ان هم اطلقوا على الجماعات يعني الاخوانيه اللي موجوده في تركيا بان هم لاجئين، وده لاجئين ده اعترضت عليه مصر كليا، ده بيتحط على تحتيه خط بانه انه اي مطالبات من جانبنا بعض هؤلاء الارهابيين مش هتكون يعني مجابه. وبالتالي البيان المشترك اللي طلع اليوم هو بيان التقرير يعني كتقرير لما حدث، ويرفع بعد كده للقيادات الاعلى لوزراء الخارجيه وبيقرروا بعدها يعني الخطوه القادمه بناء على ما شافوه في هذا التقرير من مواقف وايضا دراسه المواقف التركيه من قبل المباحثات، وده امر يعني اكيد مرصود في وزاره الخارجيه المصريه. التلميحات كلها اللي بتتقال كلها كانها بيوجهوها لمصر يعني بالرسائل مبعوثه للخارجيه المصريه، خدوا بالكم انه احنا عندنا نقطتين هم مش هنتنازل عنهم، وبالعكس بنعمل تحرك دولي عشان يأيد موقفهم. فالكلام ده بيديكي بقى الاحساس بان لسه الطريق طويل جدا في هذا الموضوع طبعا، وانه لا باس من عقد مثل هذه المشاورات، ولكن النتائج انا اعتقد ان هي لازالت يعني بعيده جدا. تمام، لكن ما توصلوا اليه خلال اليومين اللي فاتوا امبارح والنهارده ده لا يمنع، بعد البيان المشترك اللي طلع منذ قليل ده لا يمنع انه اللقاءات القادمه مستمر، يعني المفروض انه هيبقى في لقاء لوزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي، وايضا هيكون في لقاء مع على مستوى مجلس النواب المصري والتركي. ما فيش مانع حضرتك من هذه اللقاءات، ولو ان انا يعني اعتقد يعني ان لقاء وزيري الخارجيه مش هيكون قريب، على اساس انه وزراء الخارجية عندما يلتقوا لازم هيكون في يعني نتيجة محددة ومثمرة وتصب فعلا في عودة مسار العلاقات يعني للمسارها الطبيعي. نعم. فأنا شايف إن إحنا لسه بعيد شوية. تمام. ده تقديري. طيب. تمام، أنا عارفة إن ده رأي حضرتك، لكن سؤالي أيضا ما حدث من خلال اليومين امبارح والنهارده ده ليه علاقه بشكل مباشر او غير مباشر بالتبادل التجاري، بمساله الاقتصاد ما بين البلدين، الاستثمارات ما بين البلدين، ولا دي بنود بعيده تماما تتوقع؟ لا، اشكرك طبعا، اشكرك على هذا التنويه، لان هو حضرتك انا خلال السنوات الماضيه بالعكس ميزان التبادل التجاري بين البلدين كان بينمو بشكل يعني مضطرد، العلاقات الاقتصاديه كانت بتسير بشكل طبيعي، وده اللي بيديك الاحساس انه مصر لم تتاثر يعني بتخفيض مستوى العلاقات السياسيه، وبالتالي فنحن يعني عندنا رصانه في التصرف وعدم تسرع واستيعاب للموقف كاملا، ثم بعد كده اتخاذ القرار. لانه يعني احنا يعني انا عايز اقول انه الاتراك بيحاولوا تثبيت موقفهم الاستراتيجي في المنطقه عن طريق المصالحة مع مصر. عن طريق المصالحة مع مصر. المصالحة يعني مع مصر. كنت لسه هقول لحضرتك، طب لا طالما ده اتقال وأيضا وزير الخارجية التركي سبق وقال اللي حضرتك قلته منذ قليل، يعني خليني أسألك بالبلدي كده، طب هم جايين ليه؟ هم جايين عشان حضرتك مصر هي العقبة الدائمة أمام أفكارهم التوسعية في وخاصة في ليبيا طبعا. فهو في المرحلة الحالية هو حقق إلى حد ما يعني تقدم استراتيجي في تواجده في ليبيا سواء كان عسكري أو اقتصادي. هو الفترة القادمة هو هدفه هيكون التواجد الاقتصادي وإعادة التعمير والشركات بتاعته تشتغل وهكذا في ليبيا، وطبعا لازم هيكون هتحميل قوة عسكرية. نعم، في ليبيا. في ليبيا. نعم أنا بتكلم على ليبيا. نعم هو وعارف إن هو ما يقدرش يحقق شيء اكتر من كده، خلاص هو يعني هو وصل الى الحد الاقصى لما يمكن تحقيقه في ليبيا بوقوفه عند الخط الاحمر، وانتهت القصه على هذا الاساس. فاذا هو عليه الان ان هو يدعم موقفه اقتصاديا هناك ويثبت اركان شركاته التركيه، وده طبعا هيستدعي ان يكون في لازم تواجد عسكري تركي لحمايه هذه المصالح الاقتصاديه. فهو عشان يامن ويقوم بقى بالدور اللي هو في مخيلته ان هو يستطيع ان هو يعمله،
لازم يحقق قدر من الهدوء مع أقوى دولة في المنطقة ودولة لها مصالح مباشرة مع ليبيا اللي هي مصر. يعني المناقشات دي يا سيد سفير بتديله موافقة بتحقيق كل اللي حضرتك قلته ده في ليبيا؟ هي مش موافقة، احنا مصر عمرها ما هتوافق على التغلغل التركي. هو في اعتقاده ان هو عشان يأمن هذا التغلغل لازم يحاول ان هو يعني مش يحيد، ولكن على الاقل انه يشعر مصر بالاطمئنان من ناحيته، وانه خلاص هو واقف عند هذا الخط، وانه ما فيش اي افكار تانية توسعية في هذه المنطقة، وانه له اهداف اخرى قد تكون اقتصادية قد تكون ثقافية سياسية ايضا. وبالتالي هو يعتقد انه مصر هي الدولة اللي لها المصالح المباشرة مع ليبيا، وبالتالي يجب ان هو يرضيها الى حد ما، او يتعامل معها بمنطق جديد يكون في قدر من الامان له. نعم نعم نعم. طيب تتوقع ايه بشأن غاز المتوسط؟ لا غاز المتوسط حضرتك دي قضية يعني منتهية، لا يمكن هتضحي، ده تقديري برضو مش تقدير الدولة المصرية، لا يمكن ان احنا نضحي بمصالحنا مع قبرص واليونان على الاطلاق في الفترة القادمة، ولكن على الاقل احنا بنظهر ان احنا ما عندناش اي موقف عدائي ضد تركيا في البحر الابيض المتوسط، ولكن في نفس الوقت عليهم ان هم يلتزموا بالمياه الاقتصادية بتاعتنا، مفيش حد يعتدي عليها، وبيبان ان احنا قادرين على حماية مصالحنا الاقتصادية في هذه المنطقة. ولكن اعتقد ان تعاوننا مع قبرص واليونان ده يعني لا بديل له، والمنتدى قام على هذا التجمع الثلاثي واصبح الان له كيان دولي، فبالتالي ما اعتقدش انه هيكون في اي تضحية من جانبنا عشان خاطر نرضي الدولة التركية. نعم نعم نعم. سيادة سفير حضرتك بتقول الموضوع هيطول وده طبيعي، لكن هل معنى كده انه لقاء وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية التركي ممكن يكون ابعد من انه يكون الشهر القادم مثلا؟ والله حضرتك هو حسب، انا طبعا ما عنديش اطلاع كامل على اللي حصل في المشاورات دي، وحسب يعني اذا كان في بارقة امل وبارقة ضوء كده هتطلع من التقرير اللي هيقدم لوزراء الخارجية نعم الوزير الخارجية المصري، ممكن قوي انه يكون في يعني احتمال للقاء قريب. ولكن انا يعني بعتقد ان الدبلوماسيه المصريه دايما عندها من عارفه حضرتك القدره على دراسه متانيه صحيح للوضع، وعدم صحيح الاندفاع وراء بعض يعني المغريات الجوفاء صحيح. وبالتالي انا اثق ان هيكون في التوقيت المناسب. تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا سيد سفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا. عودة السياحة الروسية، يعني لو بنتكلم بشكل محدد عن السياحة حاليا فاحنا بنتكلم عن السياحة الروسية. إجراءات مهمة اتخذتها وزارة السياحة لاستقبال الروس، ده خبر من الأخبار، وأيضا السفير الروسي صرح وقال إن عودة السياحة للغردقة وشرم الشيخ هتكون خلال شهر، وقرار عودة السياح الروس لمصر ينعش الأمال بطفرة سياحية، دي الأخبار. وأيضا منشآت سياحية بالبحر الأحمر، روسيا اشترطت تلقيح العاملين في الفنادق لعودة السياح، ده يعني نقول حقهم يعني ده الطبيعي يعني. طيب عن عودة السياحة الروسية وهتبدأ ازاي او الخطوات القادمة هتكون ايه، بنتكلم في شكل عام ازاي، نتكلم عن تفاصيل في غاية الاهمية ما بين القاهرة وما بين موسكو. خليني ارحب بسيادة السفير ايهاب نصر سفير مصر في روسيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل عام وانتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب سيادة السفير، والجالية المصرية عند حضرتك في روسيا أيضا طيبة. سيادة السفير قل لنا إيه آخر الأخبار عن عودة السياحة الروسية في مصر بعد إذن حضرتك؟ هو طبعا الاتصال الهاتفي بين السيد رئيس التحسيسي والرئيس فلاديمير بوتين في 23 أبريل اللي أعلن فيه عن قرار الاتفاق على استئناف حركة الطيران كاملة إلى شرم الشيخ والغردقة من روسيا،
يمثل تطور في غاية الأهمية، عمل عليه البلدين بشكل دؤوب وحثيث طول الفترة الماضية. طبعا السياحة الروسية كانت تقليديا هي السوق الأول صحيح لمصر السياحة. نعم 2014 أعتقد كانوا وصلوا 3 مليون وشوي، 3 مليون 300 ألف تحديد. نعم بالضبط. طبعا هي السياحة الروسية هي سياحة في غاية الأهمية، وبالذات طبعا الثلاثة مليون وثلاثمائة ألف كان الغالبية الساحقة منهم بتتجه للسياحة الشاطئية، ودي أهمية استئناف الطيران لشرم الشيخ والغردقة. حاليا صدر القرار السياسي واتفق عليه الرئيسين، احنا دلوقتي بنعمل بقى كجهات تنفيذية على الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم عودة التشغيل. طبعا اخذا في الاعتبار ما تتسم به المرحله الحاليه من خصوصيه بسبب انتشار فيروس كورونا والقيود المفروضه على السفر وحركه الطيران. هنا روسيا، وده يعني يمكن اللي يستحق التوضيح ايضا، روسيا اوقفت حركه الطيران كامله مع انتشار الفيروس كورونا العام الماضي، واوقفتها مع جميع دول العالم. واستأنفت بعضها بشكل تدريجي وانتقائي حسب أوضاع انتشار الفيروس في كل دولة. مصر كانت رابع دولة يتم استئناف الطيران معها العام الماضي في أغسطس 2020. اليوم الموقف النهاردة إن هناك مصر هي واحدة من 14 دولة فقط ترتبط بخطوط طيران مباشرة إلى روسيا. وهي الدولة الأعلى كثافة على الإطلاق بين الـ 14 في حجم الحركة. في حجم؟ حجم الحركة، حجم الرحلات الجوية. حركة السياحية. بالضبط. احنا عندنا دلوقتي في 7 مدن روسية بترتبط بخطوط طيران مباشرة إلى القاهرة. كلها بنسبة إشغال عالية جدا، وبأكبر طراز من الطائرات في أسطول الشركات المشغلة لها، ودي علامة مشجعة للغاية. هايل. مصر بتمثل الآن يعني المقصد الأكثر بحثا على مواقع البحث الروسية كمان. والشيء الأكثر إيجابية هو أن يمكن طبعا رب ضارة النافعة، الفترة الماضية وإغلاق الطيران وبعدين عودة تشغيل تدريجيا إلى القاهرة بداية، سمح لنا بتحفيز الاهتمام بتاع السائح الروسي لمقاصد مصرية جديدة كانت غائبة عن أولويات السائح. يعني دلوقتي بدينا نشوف على محركات البحث الروسية اهتمام متزايد وكبير بالمقاصد في الجيزة، السياحة الثقافية، الأقصر، أسوان، السياحة النيلية، الفيوم، السياحة البيئية. كل ده كان نوع جديد، ده نوع جديد من الاهتمام بالسياحة المصرية على السائح الروسي. بالظبط كده. وهناك كثافه في عرض الحزم السياحيه لهذه المقاصد في السوق الروسي. طبعا في قسم كبير من السياح اللي بينزلوا مصر، اللي بينزلوا القاهره، بيتجهوا بعد ذلك للسياحه الشاطئيه للغردقه وشرم الشيخ اللي هي مقصد تقليدي ومهم طبعا استعادته. احنا بنشتغل عليه، ولكن الفتره الحاليه كمان بنركز على الترويج لمقاصد اضافيه. زي السائح الروسي انفاقه عالي ومتميز فوق الكثافه طبعا عدده. يعني هناك اهتمام كبير، عشان كده احنا بنضع اللمسات المطلوبه للانتهاء من الاجراءات التنفيذيه بالفعل. ويمكن انا كنت على تواصل دائم يومي تقريبا مع السلطات الروسيه في هذا الموضوع لمتابعتها. وهناك يعني تقييم إيجابي حتى للموقف بتاع انتشار كورونا في مصر وحزمة الإجراءات المتخذة في المنشآت السياحية والمقاصد السياحية المصرية. طبعا هذا تحدي كبير بيواجه العالم طبعاً كله، طبعاً. لكن هم بينظروا بتقدير للإجراءات المتخذة والمطبقة في مصر. احنا على كده من المفروض انه يبقى الشغل في مصر للمقاصد اللي حضرتك قلتها المفروض يبقى على قدم وساق، والمفروض انها تبقى في غاية الدقة. انا بتكلم هنا من فكرة الاجراءات الاحترازية لكورونا. بالضبط طبعا.
طبعا، لان احنا قدامنا يعني فرصه في سوق كبير لاحداث طفره وتنوع وتعظيم حتى الاستفاده والمردود الاقتصادي من اعاده التشغيل، ليس فقط كما قلت زي للسياحه الشاطئيه نعم. اللي هي مهمه جدا، انما ايضا للمقاصد الاخرى. نعم نعم. طيب هل في تواصل من حضرتك وما بين بعض الجهات الخاصه في مصر بحيث انه تبقى مطمن طول الوقت على ان هم بينفذوا هذه الاجراءات؟ طبعا يا فندم، في تواصل دائم مع وزاره السياحه ومع السيد وزير السياحه والاثار وهو بيتابع بنفسه هذه الاجراءات ويوافينا دائما بالمواد اللي ممكن نستند اليها للانتهاء من هذه الاجراءات. نعم طبعا نعم طبعا، هناك اهتمام على كل المستويات في مصر بهذه الاجراءات. طبعا اول امس يا سيد سفير تم توقيع بروتوكول عام للتعاون الانساني بين مصر وروسيا، دلاله هذا التوقيع ايه وانعكاسه ايه على العلاقات بين البلدين؟ هو طبعا الاطلاق عام للتبادل الانساني اللي تم اللي اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين نعم. في قمتهم في سوتشي 2018 كان يعني بيعكس تطور ضخم طبيعة العلاقات وفي مدى الاهتمام بها من القيادتين السياسيتين. نعم. فكرة إطلاق عام للتبادل الإنساني هي أول مرة بتحدث في تاريخ مصر مع أي دولة، وأول مرة على الإطلاق والمرة الأولى لروسيا برضو مع أي دولة على الإطلاق في التاريخ. الفكرة جديدة على البلدين، الفكرة جديدة تماما. الفارق بينها وبين أعوام التبادل الثقافي المعتاد إطلاقها هي ان التبادل الانساني يشمل كل مجالات التواصل بين الشعوب. محتاجين نفهمها من حضرتك. ايوه بمعنى، اتفضل. ثقافه، اثار، سياحه، تعليم عالي، بحث علمي، شباب، رياضه، اعلام، برلمان، كل ما يخص التواصل بين الشعوب، التواصل الانساني. نعم. اهميه هذه الفكره في انها بتزيد من التعريف بالبلد الآخر وبتخلق جسر تواصل متين للعلاقات. نعم. وبتوفر حاضنة شعبية لهذه العلاقات بشكل مستقر. صحيح صحيح. لأجيال. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين من اللي أطلقت سنة 43 حتى اليوم اللي يتم فيها تنظيم فعاليات متنوعة وشاملة وبهذه الكثافة. احنا القوائم الفعاليات المصرية والروسية حوالي 200 فعالية في عام واحد. يا رقم مهم. ولا تشمل فقط العاصمتين، هم بيشملوا كمان المدن الأخرى والأقاليم والمحافظات في البلدين، وده أهمية الوصول إلى الرأي العام بشكل مكثف وزيادة التعريف بالبلد بحضارة كل ده. نعم. أشهر المدونين الروس اختتموا النهاردة زيارتهم لمصر، دي تفيد وتخدم على ملف السياحة بشكل عام؟ هو الحقيقة فندم خلال الفترة الأخيرة احنا نظمنا بالتنسيق مع وزارة السياحة، ووزارة السياحة كان لها جهد كبير في هذا الموضوع واستجابة فورية الحقيقة. نعم. زيارات لحوالي 4 زيارات لمجموعات من المدونين الأشهر في روسيا، وكان لهم أثر بالغ لأن بعضهم طبعا بيستخدم وسائل أكثر وصولا للمواطن العادي زي الانستغرام أو غيره طبعا، وآخرين بيدونوا بلوجز كاملة. إنما الصورة طبعا المهم نقلها، وبالذات في المرحلة الحالية اللي بدأت كثافة السياحة الروسية إلى مصر وبنتطلع لناس حركة الطيران القادمة إن شاء الله لشرم الشيخ والغردقة. تبدأ إمتى؟ ده أكثر الوسائل تأثيرا وأسرعها. صحيح صحيح. إيه هتبدأ إمتى تحديدا؟ لسه فن يعني طبعا احنا بنرتب الإجراءات التنفيذية مع السلطات المعنية في البلدين. نعم. لكن لسه تحديدا ظروف انتشار كورونا وما إلى ذلك. صحيح. الحالات الجوية من روسيا وإليها مقيدة بأعداد. أيوة. بتحكمها أيوة. لجنة عليا خاصة بانتشار متابعة انتشار المرض. تمام هايل. ملفات كتيرة الحقيقة احنا بنتابعه بشكل يومي. تمام. يعني ده هيبقى بعد قرار اللجنة العليا تحديد الموعد.
بالظبط إيه اللي هيكون بعد موسم العطلات الحالي اللي ينتهي يوم 11 ان شاء الله. طب هايل هايل. إيه ملفات كتيرة الحقيقة سيد سفير إيهاب مصر سفيرنا في روسيا بتشهد حالة زخم بين العلاقات الروسية والمصرية. نقدر نعرف من حضرتك أهم هذه الملفات تحديدا إيه؟ يعني يمكن الفترة الماضية على الأقل في خلال شهر احنا كان عندنا ثلاث أحداث كبرى. الاتصال التليفوني بين الرئيسين وإعلان الاتفاق على استئناف الطيران لشرم الشيخ والغردقة. توقيع اتفاق لإنتاج لقاح كورونا في مصر. محليا. وده مهم جدا. وإطلاق عام التبادل الإنساني بالظبط. مهم جدا لمصر ولروسيا على حد سواء. لان الطاقه الانتاجيه حضرتك عارفه للقاحات في العالم كله محدود مقارنه بحجم الطلب. ف يعني توظيف القدرات الانتاجيه في الخارج هو اولويه للجميع. فمن هنا وفي بعض الشركات المصريه الاخرى كمان اللي بتتفاوض لانتاج اللقاح في مصر. طب بالإضافة لذلك طبعا موضوع مشروع المحطة النووية في الضبعة. هو المشروع الأضخم في تاريخ العلاقات على الإطلاق. في جديد بخصوصه يا سيد سفير؟ هو التنفيذ بيسير طبقا لما هو مخطط له وبيحظى بمتابعة دائمة من القيادة السياسية في البلدين. وإحنا بنتابعه يوميا طبعا. لكن هو بيسير على قدم وساق ووفق المعدل المخطط والمتفق عليه. طبعا هناك ايضا مشروع المنطقه الصناعيه الروسيه في مصر. وهو برضه مشروع ضخم، هو المشروع الاول من نوعه لروسيا خارج حدودها على الاطلاق. مشروع الاول لروسيا خارج حدودها في مصر على الاطلاق اللي تقيم اي منطقه صناعيه خارج حدودها. وهذا المشروع اهميته في انه بينقل استثمارات روسيه للانتاج على ارض مصر بأيدي مصرية وبمدخلات بعضها مصري. ويتم تصديره كمنتج مصري أيضا بعد مدخلات إنتاج بنسبة مكون محلي. هيصدر كأنه بأنه مصري طبعا، لأنه هو منتج في مصر، منتج في مصر بنسبة مكون مصري مرتفعة. مش متحددة كام؟ لا، هو حسب النسب اللي هتستوفيها كل شركة. كل شركة مختلفة عن التانية. طبقا للأسواق اللي بتستهدفها. وفي إطار اتفاقيات التجارة الحرة اللي بتربط مصر بهذه الأسواق. احنا عندنا شبكة اتفاقيات تجارة حرة قوية سواء مع الدول الكوميسا ودلوقتي اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية اللي يعني بنضع لمساتها الأخيرة. أو التجارة الحرة العربية أو حتى مع الاتحاد الأوروبي. فكل هذه أسواق هتستهدف كل شركة هتستهدف بعضها وهتستوفي نسبة المكون المحلي طبقا للاتفاقية معها. هل في موعد محدد يا سيد سفير؟ احنا دلوقتي بنعكف على الدراسة للاتفاقية التشغيلية. ونأمل انتهائها بشكل قريب. انما أنا أقدر أقول لحضرتك إن هناك اهتمام كبير من الشركات الروسية. يعني عدد الشركات الروسية اللي وقعت بالفعل اتفاقيات لنيتها في الاستثمار في المنطقة حتى الآن حوالي 50 شركة. 50 شركة شركة روسية. بالظبط. الشركات اللي أبدت اهتمام مبدئي يتجاوز 250 شركة. لكن اللي وقع بالفعل 50 شركة. اللي وقع بالفعل 50 شركة. هايل. المنطقة مساحتها حوالي 5.5 هكتار، حوالي 500,000 متر، 5 مليون متر. وهي مساحة ضخمة. فين مكانها؟ في شرق بورسعيد. وجزء منها هيكون في العين السخنة. هايل. هتكون موزعة على منطقتين. هايل. ولكن نوعية الصناعات وتنوعها هو اللي يمكن أنا بشوفه بيمثل نقلة في التعاون المصري. نوعية صناعات إيه يا سيد سفير؟ هي شديدة التنوع، يعني منها صناعات ثقيلة، منها صناعات عربات القطار، منها هي روسيا شغلها كله صناعات ثقيلة الحقيقة مشهورة. وده اللي كان
في البداية احنا يعني كان التقدير ان هو ده شريحة الصناعات اللي هتكون غالبة على المنطقة الصناعية. انما الحقيقة تنوع الشركات، انا على اتصال دائم بكل الشركات. نعم نعم. تنوع الشركات ومنتجاتها كان لافت للغاية. منها شركات متخصصة في إنتاج إطارات السيارات. شركات متخصصة في إنتاج الروبوت، حتى شركات متخصصة في المعدات الجراحية والطبية المتقدمة. تنوع شديد، أنظمة الري المتطورة. هناك تنوع شديد وكبير جدا في نوعية المنتجات الروسية اللي هتروح في المنطقة. وده أنا بشوفه يعني طفرة في تغيير هيكل التعاون المصري الروسي. صحيح صحيح. بتمنى لحضرتك التوفيق فندم على المجهود اللي حضرتك بتعمله الحقيقة، وبشكرك شكرا جزيلا سيد سفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا. خليني أطلع فاصل وتواصل مع حضرتكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مجددا، ومدى استعداد محافظة جنوب سيناء لاستقبال السياحة. خليني أرحب بسيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. مساء الخير سيادة اللواء خالد. ألو سيادة المحافظ. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طيب كل سنة وحضرتك طيب سيادة المحافظ. الله يخليك. الحمد لله. الحمد لله. طمنا على مدى استعداد المحافظة، الشغل اللي عند حضرتك ايه الاستعداد الاستعداد احنا مستعدين على طول احنا بالظبط مستعد دايما ما شاء الله. بس انا اقول لك الموضوع، يعني هو طبعا في تعليمات رئاسية نعم برفع جاهزية شرم الشيخ استعدادا لعودة السياحة الروسية. نعم. كان مطلوب مننا دراسة نعمل ايه عشان نطور شرم الشيخ او عشان نرفع جاهزيتها استقبال السياحين. فعلى هذا الاساس كان في امبارح مجلس الوزراء داخله، دخلت انا مع الوزراء، كان كلهم بيسمعوا يعني الحاجات اللي احنا طالبينها عشان نعم. نرفع لجاهزيه شرم الشيخ. نعم. وفي الحقيقه احنا كنا لازم نطور شارع السلام ويبقى ممشى سياحي عالمي. احنا مش عايزين بقى شارع السلام يبقى فيه عربيات خالص. لا 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 الكلام ده طبعا احنا بنجيب من الحاجه اللي هي تمشي مع العالم زي الشانزليزيه زي اللامبلاس بتاع برشلونه زي احنا بمشي اقل من الدول. وبعدين طبعا الشقالات بتاعتنا برضو بتاعه اللي بتطرق عليها المراكب دي قلنا ان في ثلاثه شقاله في كفاءه. الجيش عامل واحده والمخابرات هتعمل واحده وماخذين من البيئه. بحاول اسمع حضرتك عشان الصوت بيهرب شوي. نعم. الجاهزية الاخرى. عايزين نعمل كاميرات بانورامية تغطي المدينة كلها وتبقى الدفاع والداخلية والشركة العالمية المصرية هم اللي يعملوا. يبقى وانت قاعدة في مصر والداخلية او في وزارة الدفاع شايفين ما يدور في المدينة، فطبعا دي حاجة جديدة. هايل. بنعملها طبعا الشركه العالميه للبصريات هتعملها ودي تقنيه عاليه. بتقنيه عاليه جدا. ايوه. طبعا لازم قلنا يبقى فيها هويه بصريه لشرم الشيخ. نعم. وانت بره تشوفي اي صوره تعرفي ان دي شرم الشيخ. الهويه البصريه دي عاملها الجامعه الالمانيه عاملاها لنا مديها لنا هديه. واحنا طالبنا ان الهيئه الهندسيه زي ما عملت في الاقصر تعمل عندنا في شرم الشيخ. تمام. لتغير المنظر خالص، التاكسيات، العربيات، كل الكلام ده كله. نعم. احنا بنجيب دلوقتي عجل. العجل دوت هيبقى يعني جي بي اس. نعم. بحيث ان الشركه هتدير هذه العمليه زي بره بالظبط، يعني نعم. عجل شرم الشيخ ينتشر. كل واحد بالكارت بتاعه هياخد عجله في حته معينه وهيسيبها الشركه تلم العجل بعد كده. وزي ما موجود في الخارج بالظبط. صحيح. احنا بنحاول نطور من نفسنا ونطور من اللي في ايدينا. الحقيقه الساده الوزراء ابدوا استجابوا يعني استجابه. استاذ رئيس الوزراء ابدى طلب مطالب معينه. طلب عايز دراسه في مثلا زي رجل اعمال مثلا عايز يطور شارع الملك عبد الله.
فعايز صورة العقد والورق، وهو هيتنفس مجلس الوزراء. الأستاذ حامد الشاتي عايز يطور سقالة ترافيكو برضو، الطلب ورقياته تبحث وبرضو يشيله من أعلاتك الدولة. طبعا يعني طبعا، وده مهم وده دور مهم ليهم الحقيقة، بس دور مهم ليهم. نعم يعني دي كلها كانت حاجات عجلة، إنما في حاجات بعد كده على المدى الطويل زي مارينة يخوت، زي تطوير شرم الشيخ، كل الكلام ده كله ده طويل الأجل، إنما اللي هو العاجل اللي حضرتك قلته امبارح. طيب سيادة المحافظ، الإجراءات الاحترازية بقى طمني عليها، بتشتغلوا عليها إزاي سواء في المطارات أو في المنشآت الفندقية؟ لا إحنا بصي، إحنا يعني تقدر تقولي المطار جاهز، محدش بيدخل الا ومعاه شهاده التطعيم. دلوقتي احنا طعمنا الفنادق كلها تمام، تقدر تقول 100%، وسايبين وسيبنا الفنادق داخلين على الشارع، يعني سواء التاكسي بطعمه، الاسلوب القديم اللي شغالين في البازارات اللي شغالين في المحلات بطعمه، ماشيين بخطه يعني ان شاء الله. يعني معنى كده ان شرم الشيخ هتبقى واخده الفاكسين باذن الله، مش هيبقى فيها حد مش متطعم. ده مهم جدا. واحنا قطعنا فيه شوط كبير قوي، مزود طبعا وزاره الصحه وكذا. نعم. قطعنا فيه شوط كويس قوي. طب الاجراءات الامنيه طبعا انت شفتي بقى السور الامني المعمول، وشفتي مطار شرم المعد دلوقتي مجهز باحدث المعدات، السور الرائع اللي معمول حوالين المطار. لا في نقله كبيره قوي معزه، وندعوكي لمشاهده. ده شرف ليا وشرف لمصر، لان شغل حضرتك الحقيقه طول الوقت، يعني طول الوقت بتشتغل على شرم الشيخ وعلى تطوير جنوب سيناء بشكل عام. بشكرك فندم، بتمنى لحضرتك. شكرا وحضرتك طيب. حضرتك طيب سياده المحافظ، اتفضلي فندم. شكرا. شرم الشيخ قال لك المحافظه هتبقى كلها من الطعام، بازارات وسواقين التكوسه والناس والاسواق وكله، وده في غايه الاهميه. أجي بقى للحالة الإنسانية اللي أنا بعرضها لحضراتكم، وعلى الاس ام اس وصلت لنا حالة ونداء الحقيقة من الحاجة سلوى مصطفى. الحاجة سلوى 65 سنة، هي من المنيب في الجيزة، وبتعاني من مرض السمنة، وزنها واصل ل 250 كيلو. طبعا الوزن الزائد مع عدم الحركة عمل لها قرح كتيرة جدا جدا، كرح فراش وصلت لحد خطير جدا. كمان الوزن الزائد ليها تسبب في مشاكل كتيرة بالقلب وبالسكر. أسرتها الحقيقة أنفقت كل ما تملك، ومش قادرة تكمل على الإنفاق للعلاج للحاجة سلوى، وبعتنا كاميرا صالة التحرير لمتابعة الحالة، حالة الحاجة سلوى هعرضها لحضراتكم دلوقتي. ألف من السلام عليك يا أمي. سلمك يا أبو. عرفينا بقى بنفسك. سلوى مصطفى المواف. عندك كم سنة؟ 62 سنة. بتعاني من ايه حضرتك؟ سكر وضغط وقلب وكله، وعندي قرحة فراش، كنت بتحرك بسيط، انما حطيت بقى نبقى واحدة بقى كده فجأة كده نبقى واحدة حطيت. بقالك قد ايه نايمة على الفراش؟ 10 سنين ولا اكتر؟ لا بقالي دي 3 سنين كده، 4 سنين. مين بيرايك؟ مراتبني الصغير، معايا 4 عيال، بنتين مجوزاهم وولدين، الصغير هو اللي قعدني معاه، والبنتين جوزتهم، كل واحدة قاعد عند جوزي، مش بيجونا غير واحدة كل 3 أسابيع، واحدة كل كام، بقول الله يعينه، والله بقول الله يعينه، ما بشوفوش غير كل كام شهر. لو بصت علي عمر ما وداني الدكتور ولا جه معايا عند الدكتور. ابني الصغير اللي دايخ بي موظف في الميه ودايخ بي، وبقول الله يساعده، قدام 4 عيال كل واحد الدنيا لهياه،
بس انا تعبت وجوزي على المعاش وعنده جلطتين جوزي. قالك حالتك ايه بالظبط وانت محتاجه ايه؟ قال لي ضاق الفقرات، السمنه بقى بطني، في حاجه مكببه في بطني كبيره كده. عملت اشعات وتحاليل؟ اه كتير اشعات وتحاليل كتير. ايه الاشعات والتحاليل؟ قال الفقرات بتاعة ظهري مموته العصب بتاع رجلي خالص. عشان كده رجلك مش قادره تتحركي؟ ما بتحركش، ما فيش شبشب بيخش في رجلي، ما بعرفش البس، بمشي حافيه. كمان رجلك فيها ميه صح كده؟ ميه كتير، ده اتخبطت في الكرسي قعدت اسبوع تخر ميه رجلي. الدكتور اللي جابه لي هنا اهو في البيت قال لهم خرموا لها رجلي الثانيه عشان تخر. نفسي اعمل دي، نفسي اعمل دي، دي بطني، نفسي انزل الورم اللي في جسمي دي. انت عندك برضو مشاكل بتقولي في القلب وفي السكر صح؟ اه كان عندي زمان تضخم في عضلة القلب والقلب عاملة قسطرة. انا نفسي اقف على رجلي، انا نفسي اقف على رجلي، نفسي اخد خطوة كده برجلي وانا واقفة كده اهو. نفسي والنبي مش قادرة والله، مش قادرة رجلي، ولو نمت بالليل عظمي يوجعني. اقول لابن شدين يضيرني علل المخدات الناحية التانية. مش طمعين اكتر من هو تتعالج بس، مش عايزين حاجة اكتر من كده. ما ازاي في الاكل وفي الشرب وفي الحاجة؟ زي ما انت شايف نايمة بتاخد، بتيجي تاكلها بالمعلقة، بتيجي تاكلها لقمة المية هي ايه، من المية بتنزلش من على السرير خالص. انا مش طمعنا غير بس ان انا اخف بس، يشوف اللي دكاتره بس حلوه كده يا ربنا وينزله لي من عنده كده. الله يسلم ويوفقك ويعليك وينصرك على كل اللي قاعدين. حزب حماة الوطن أنا بشوفه عن تجارب بقى، مش تجربة واحدة، عن تجارب كتيرة جدا فاتت، نموذج مشرف لفكرة الأحزاب في مصر. يعني أنا على مدار تاريخي وأنا بشتغل الشغلانة دي أو متابعتي حتى للشغلانة دي من خلال الصحافة ومن خلال البرامج، ما كنتش بشوف أبدا اهتمام لحزب زي ما حزب حماة الوطن بيهتم بالناس على الأرض. على الأرض يعني فكرة مش شعارات ومش تصريحات كده في الصحافة أو في الإعلام لمجرد شعارات، لا، شغل على الأرض. كل التحية، بشكره جدا حزب حماة الوطن، بشكر سيادة النائب طارق نصير نائب مجلس الشيوخ على استجابته لحالة الحاجة سلوى اللي عرضناها دلوقتي. أول ما شاف الحالة بعت لنا وقال إحنا هنتحرك كحزب حالا علشان نساعد الحاجة سلوى. مش جديد على حزب حماة الوطن، الأسبوع اللي فات من خلال برنامجنا كمان كنا عرضنا حالة الحاجة صباح، لو حضراتكم فاكرين، كانت 60 سنة، كانت بتطلب مساعدتها لعمل عملية جراحية في رجليها علشان تغيير مفصل بالقدم. وفور ما احنا عرضنا التقرير تواصل معنا ايضا سيادة اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ وتكفل الحزب بالحالة. بالفعل تواصلت لجان الحزب مع الحالة وتم مساعدتها بالعرض على اكتر من طبيب، وتقرر انه يتم عمليتين ليها بالقدم اليمنى، ثم عملية بالقدم اليمنى ثم عملية بالقدم اليسرى لتغيير المفصلين في مستشفى جامعة بنها، وده بعد أجازة العيد إن شاء الله. جاري عرض على دكتور مخ وأعصاب أيضا لعلاج الرعشة اللي كانت بتشعر بيها. أقصد أقول أنه كل التفاصيل اهتم بيها حزب حماة الوطن وسيادة اللواء طارق نصير. ساعد كمان الحزب الحالة في سادات فواتير كهرباء ومية كانت متأخرة عليها لسنوات،
مش لشهر ولا أكتر، لأ لسنوات. وكمان كان وفر وظيفة لابن الحجة صباح في إحدى شركات المقاولات، وحيتم استلام العمل بعد العيد أيضا. فكل الشكر كل التقدير لحزب حماة الوطن اللي بيشتغل على الأرض مع الناس، مش مجرد شعارات ولا تصريحات صحفية أو إعلامية. أشكرهم شكرا جزيلا. نطلع فاصل، وفي الفاصل بعد الفاصل، وللأسف الوقت هيبقى ضيق جدا، لكن هكمل مع ناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي، ناخد أهم اللي شافه ودراما رمضان في ميزان طارق الشناوي بشكل سريع بعد الفاصل إن شاء الله. دراما رمضان في ميزان طارق الشناوي، الكلام معاك ممتع. أنا بتكلم عن نفسي ببقى مستمتعة جدا، ناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي وأنا بتكلم معاك، لكن للأسف أنا قدامي خمس دقايق بس. الإيقاع السريع مع الكلام الممتع هيدي نتيجة لطيفة. يعني معانا الأستاذ طارق ولا لسه بنحاول نتصل بيه؟ طيب، بمناسبة الدراما، خبر في غاية الأهمية في جريدة الدستور هتكون ما بين حضراتكم بكرة. سفير أفغانستان القاهرة كابول عرف المشاهد بنشأة الجماعات الإرهابية، ووجه الشكر للرئيس السيسي على ردود على دوره في نشر الفكر الوسطي وإرسال البعثة الأزهرية. دكتور محمد محق سفير جمهورية أفغانستان في القاهرة أشاد بفكرة مسلسل القاهرة كابل. ده كلام في غاية الأهمية، مفيد جدا بالنسبة للمسلسل، وإنه أنت بتتكلم في القاهرة كابل. القاهرة كابل طبعا من المسلسلات اللي أنا بتابعها، أنا بتابع كمان الحياة لعبة نيوتن، وبتابع هجمة مرتدة، وبتابع الاختيار. يعني أكذب على حضراتكم لو أقول لكم إن أنا بتابع عدد كبير جدا، لكن يعني أنا بشوف عندي وجهة نظر دايما أنه كل واحد يركز كده في مجموعة من الأعمال، وممكن بعد رمضان يكمل مشاهدة معظم الأعمال. طيب، بنحاول نتكلم أستاذ طارق الشناوي، إحنا تأخرنا عليه طبعا، تأخرنا عليه كتير، بس الحقيقة أنا مش عارفة هي ممكن يبقى هيرد علينا ولا لأ. لكن خليني أقول لحضراتكم كتب إيه عن المسلسلات من وجهة نظر مختلفة. يعني بنحاول نتصل بالأستاذ طارق الشناوي. أنا بعتذر لك الوقت طبعا متأخر، كنا مدينك وقت قبل كده، لكن بنعتذر لحضرتك الناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي. لكن في كمان في معانا الأستاذ طارق. طيب أستاذ طارق، أنا بعتذر لحضرتك إن احنا بنكلمك والمتبقي من الوقت قليل، لكن دايما بقول إن الكلام معاك ممتع، ولما هيكون إيقاعه سريع هيبقى أمتع كمان. برحب بيك. كل بدون، شكرا. أشكرك أستاذ طارق، أشكرك. دراما رمضان في ميزان طارق الشناوي، إيه؟ قلت لي إنه يمكن على الحلقة 25 نقدر نتكلم. هل لا إيه؟ على الحلقة 30 بقى على الحلقة 30، لكن أقصد الخمس، لا الخمس حلقات هيفرقوا معاك في تقييم الأعمال؟ طبعا لأن أنت عارفة دايما يقول لك، حتى الكلمة الشائعة عندنا يقول لك إيه؟ العبرة بالخواتيم. أيوه. في حدث أنت يعني ماشي معاه، عايز تعرف هنصل لفين؟ بما إنه لم يعد أمامنا النهاردة فعلا 25 أو 24. نعم. أنا النهاردة اتفرجت على الحلقات رقم، وأنت بتكلميني 24 يبقى لسه في ست حلقات. ايوه فلازم صحيح. فالصوره قربت تكتمل عموما. ايوه شايف ازاي؟ توقفت امام ايه؟ ايه الجديد؟ ايه الجديد على الدراما المصريه؟ لا بص انا شايف عموما ان في خطه ما مثلا اشترك فيها كذا مسلسل انهم بيواجهوا التطرف الديني والارهاب ومواجهه ثلاثيه الابعاد. بمعنى الداخل والعالم العربي والعالم كله. نعم. وده كان مهم قوي. النظرة اللي هي الشاملة للموضوع ده، لأنه هم ليهم أزرع في كل العالم. أيوه. فيجب فتح كل هذه التفاصيل، فيها هجمة مرتدة. القاهرة كابل، وطبعًا الاختيار. نعم. صحيح. يجب إن إحنا نذكر حاجة مهمة. إنه السنة اللي فاتت كان ناجح جدًا. وكانت المشكلة هل ممكن حد يعلي؟ أنا عايز أقول لك إنه الجزء الثاني أو الاختيار 2
اعلى 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 فنيا كمان. اعلى فنيا كمان. ليه بقى؟ ليه؟ لها اسباب طبعا. ان البعد الاجتماعي زاد زاد وده كان مهم. ايوه ومش بس الشخصيات الايجابيه اللي انت بتمثلك وبتعبر عنها، حتى الشخصيات السلبيه اللي هم الارهابيين واللي تم غسل مخهم احنا برضو بنشوفهم بيفكروا ازاي. نعم في شيء مهم في الدراما انك تخلي الشخصيه مقتنعه بموقفها وتتحرك بموقفها اللي قد يخالفك فكريا. ده موجود طبعا. الحقيقه طبعا موجود ده موجود في المسلسل ان هم مقتنعين بالشر اللي بيعملوه. ايوه وان هم بينفذوا رساله وعندهم موقف. فكان مهم انه المخرج والكاتب يعني هاني سرحان وبيتر ميمي طبعا يطلوا من خلال نظرتهم هم شايفين ايه. الصراع ده ممتع لانه في الاخر الرساله بتوصل. صحيح صحيح صحيح. ما زلت عند رايك في الاسوأ؟ احنا وصلنا للاسوأ المره اللي فاتت. كان ايه الاسوأ؟ ايه بلاش انا اقول. طب الاسوأ ايه؟ الاسوأ ايه دلوقتي سريعا؟ لا بص خلينا هقول لك الاسوأ بس المكالمه الجايه عشان يبقى خد فرصته برضو الاسوأ برضو يعني حتى الاسوأ لان ممكن يطلع فيه اسوأ منه. بالظبط. ما يعني انا بقى تختاري حد الاسوأ. ايوه هتكتشفي في الحلقه 30 ان هناك ما هو أسوأ. ما هو اسوأ. طيب انا بعتذر مره تانية للوقت الضيق ده في مكالمه حضرتك، لكن كان في غايه الاهميه انك تقول لنا ان من وجهه نظرك انه الاختيار الثاني كان في من حيث الدراما كان اشد كمان من الاختيار واحد. بشكرك شكرا جزيلا ناقد الكبير الاستاذ طارق الشناوي. بشكر حضراتكم، اشوفكم على خير، ومع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء.